الجزائر. التدافع مرة أخرى داخل منطقة العمليات، حكم السيد إيسا ساي يتدخل، ممنوع ذلك. ملعوبة بالراس الدفاع، كرة ثانية تغطية دفاعية، الانطلاق يمشي سريع سريع جدا، يقدم كرة وراحت. قديم للاتحاد وتغيير آخر في تشكيل فريق سونيداب. من مخالفة خطيرة بعيدة فوق، لكن الحارس كان بالمرصاد. شاهدوا ماذا حدث اللافي والتمويل من جديد، موزع داخل منطقة العمليات، هناك خطأ. كان تبدو سهلة، مصطفى بالقدم اليسرى خرج الكرة خروج الحارس إماموش، كرة مرت، تغطية صعبة وسيئة أمام رقم 28 مصطفى إبراهيم، بحث عن الزاوية الصعبة إماموش، بعد ذلك من اليد إلى خيراوي بدون قصد في شباك الحارس محمد لامين إماموش وتقليص النتيجة. القوة الكبيرة في هذه الكرة إماموش في الرأس، ماشي الكرة هذا المطلوب من هذا اللاعب مصطفى، لا وجود لخطأ تحول إلى عملية هجومية للاتحاد. على الجهة اليسرى بن شعر، عرجي اللافي العالية قد تكون في صالح الدفاع. ملعوبة لا سلام، العرجي يتمكن، ملعوبة من
الهمجات بتعامل وتصرف رائع جدا من عرجي في الشباك مباشرة بقوة كبيرة. جاوزت الخط، جاوزت المدافعين، جاوزت الخط وأعلنت عن الهدف الثالث لمصلحة الاتحاد. عرجي 15 هي نعم نعم بالكاميرا العرضية كان في وضع تسلل، حالة صحيحة لم تكن رقبة. ولكن سوء تفاعل، دفاع كله يتفرق فوق المرمى. في هذه الكرة النية كان توزيع كرة بحتا ممتاز. عرجي اللافي المرور، ولكن هي الكرة ولمستين. يسدد بعيدة البحث عن نعم ممتاز. الكرة هايلة، بومشرا ينتظر المساندة وتدخل من دفاع، أو ربما كانت عنده ينتظر وكان حب وجود لخطأ إخراج الكرة من جانب الدفاع. المدافع الشاب خيراوي يسدد بعيدة طويلة. اللاعبين المحليين في النهائيات، صاحب النجمة الثانية غد مع المنتخب الجزائري والمنتخب الوطني للمحليين. هيا كرة، محاولة ولكن تغطية. محاولة، يا سلام، محاولة 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 البحث عن بنجاعة وتدخل من قائم الثاني. القائم الثاني الدفاع يخرج في الأولى والثانية. الكرة الثانية لمصلحة الاتحاد. هايلة هايلة محاولة خطأ، هايلة ممتازة الكرة، محاولة بالحارس. هيا الخروج لم يكن في وضعية الدرس في هذه الكرة في الوسط.